مدينة مكناس، كنشاركوا في الدورة الأولى لمهرجان مكناس للفيلم العربي الدولي. إذا غنكونوا سعداء أننا ندعموا تظاهرة بحال هذه، وندعموا السينما المغربية، وندعموا أن مدينة مكناس يكون عندها مهرجان يليق بها، مكناس العريقة بحضارتها وثقافتها وناسها. إذا حنا ما غنكونوا غير حضورنا، غيكون حضور داعم للسينما المغربية في مكناس. كاين أعمال مسرح، كاين مسرح يعني مع الفرقة ديالنا بطبيعة الحال، نتهينا بجولة من جولة في فرنسا والديار الإسبانية، حاليا عندنا جولة في الديار عاوتاني الإسبانية، نكملوا الجولة بجوجاب. وعندنا العمل الجديد اللي غادي نبداو إن شاء الله في الموسم المقبل، العمل ديال شكون المسؤول. وعندي مشاركات أخرى مع حاليا مازال ما عوقتش العقد، مازال ما نقولش. بخير يعني، تجارب كثيرة والشباب واعد، ويعني كل الاتجاهات كاينة، والجونغ أي جونغ دو تياتر كاين، وتجارب مختلفة. إذا حنا غنكونوا سعداء أننا ندعموا الشباب، وسعداء أننا تكون واحد الحركية واحد الديناميكية في المسرح المغربي، وهذا غادي يكون يعني لصالح الجمهور ولصالح المسرح. لا حنا باقيين كلنا، الحاجة ملكة العماري، لالا نزار الكراكي، سي محمد الجم، بنوبار، سي عبد اللطيف الدشراوي، سعد خويي، وغياب يعني الغياب الكبير ديال السي عزيز موهوب المرحوم اللي غيبوا الموت فقط. هادشي اللي كاين. هي البنت كتبيع العصير، سموها مولة العصير، نسموها مولة الهمة، مولة الجد، مولة يعني الأخلاق العالية. وغنقول لها أنا كنحييك من هنا، وماشي عيب أننا نبيع العصير ونبيع، المهم أننا نخدمه بشرفنا ونخدمه بأخلاقنا ونكون قدوة للجيل، مش عيب. هذه ما خصش تكون ظاهرة، هذه خص يكون شيء يعني إيجابي، لأن الناس كتعتمد على نفسها، وشي كان من زمان، غير دابا لأن كاين السوشيال ميديا، ولا هاد الناس كنلقاو عليهم الضوء. وأنا من هنا كنقول لها شكرا أنك اعتمدتي على راسك، وكنتمنى لك التوفيق، وكنتمنى لك النجاح. ويعني الناس بحالك حنا محتاجين لهم، الناس اللي كيخدموا، الناس اللي كيجدوا، وإن شاء الله ربي غادي يوفقك. وماشي عيب أن الواحد يخرج يخدم، وماشي عيب أن الواحد يجد من باش يغير وضعيته، وهذا غيكون تشريف لكل مغاربة أن يكونوا هكا، نكونوا كلنا هكا كنخدموا، وكنكون هكا يعني عيالات ورجال وقادين. جمهور مكناس، هنيئا لكم الدورة الأولى للمهرجان، ومكناس كتسال أن يكون عندها مهرجان السينما، وكنتمنى أنكم يكون حضوركم قوي لتشجيع المهرجان، تشجيع السينما أينما كانت. جمهوري كنبغيكم بزاف، وشكرا لمحبتكم، وإن شاء الله نتلقاو عن قريب إن شاء الله.